السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحضور، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم جميعا معنا في الجلسة الافتراضية العاشرة، والتي تأتي ضمن سلسلة توطين توك التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وليتم من خلالها استضافة متحدثين مواطنين من العاملين في شركات القطاع الخاص. اليوم طبعا ورشتنا مميزة، حيث أننا نستضيف ضيفين مميزين الحديث حول الموضوع الذي قمنا باختياره، وهو ابدأ خطوتك الأولى نحو ريادة الأعمال، حيث أن نطمح أو أن يعني من خلال الجلسة أن تتعرفوا على سمات ومهارات رائد الأعمال، ما هي أهم القطاعات الواعدة والجاذبة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأمر الأهم وهو ما هي الخطوات الأساسية للانطلاق والنجاح في ريادة الأعمال. وللحديث حول هذا الموضوع يعني طبعا يسرنا أن نرحب ضيفينا لهذه الجلسة، ونوجه لهم أيضا بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة والمشاركة معنا في هي الأخت ابتهال الناجي مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال، والأخ أحمد المزروعي واللي يعتبر ما تخترع ورائد أعمال، واللي بدوره طبعا سيشاركنا تجربته حول كيف كانت بداياته وكيف تغلب على أهم التحديات اللي واجهتها خلال فترة رحلتها في ريادة الأعمال. الجلسة طبعا مدتها ساعة، وفي أول 20 دقيقة طبعا بنعطي الميكروفون للضيوف بالحديث حول موضوع الجلسة، ومن ثم إن شاء الله بيتم إعطاء الفرصة للنقاش والأسئلة والحوار من الحضور لمدة 40 دقيقة، وبإمكان الجميع طبعا البدء في كتابة الأسئلة وطرحها في الشات خلال الوقت الحالي على أساس نطرحها لاحقا إن شاء الله عند بدء فقرة الأسئلة والإجابات. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الكرام، وننقل الميكروفون في البداية للأخت ابتهال الناجي مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال لدى البدء في الجلسة. تفضلي أختي ابتهال. مرحبا ومساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ابتهال الناجي مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سعيدة جدا بأن أكون ضيفة اليوم سلسلة جلسات توطين توك ولتنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأشكر أخواني القائمين على هذه المبادرة المتميزة، أولاً لسعيهم لإفادة أبنائنا الطلبة والخريجين للبدء بخطواتهم الأولى في مستقبلهم المهني، وثانياً لدعوتهم الكريمة واللي ما نملك إلا أن نلبيها حتى نقدر نفيدكم إن شاء الله من خبراتنا في هذا المجال. ابدأ خطواتك الأولى في عالم ريادة الأعمال، واللي أنا ألزم عليكم أنكم لازم إن شاء الله عقب هذه الجلسة تفكرون بجدية للبدء بهذه المشاريع، بتأسيس مشروعكم الصغير، أو على الأقل تطوير مهاراتكم في عالم ريادة الأعمال. بنتطرق للأسباب، وهناك أسباب عديدة اللي تحث الجميع في هذا الوقت بالذات من الخريجين والباحثين عن وظائف للبدء برسم ملامح مشروعهم الصغير. مو بشرط أنك تبتدي اليوم مباشر، مو بشرط أن مشروعك يكون كبير. وأنا عارفة قبل أدخل الجلسة وصلتني استفسارات أن ما عندنا رأس مال، كل هذا بنتطرق له بأسهل الطرق. أنا وجودي اليوم معاكم حتى أقدر أفتح لكم المجال وبسط الأمور لكم عشان تقدرون تدخلون هذا العالم اللي أنا متأكدة أنكم لو دخلتوا بتستفيدون وبتعمل فايدة على مجتمعكم، على عوائلكم، وأنتم بتتطورون كأفراد في المجتمع، لكم أهداف واضحة وأثر ملموس. خليني أطرق في البداية للفرق ما بين رائد الأعمال وصاحب المشروع الصغير والمتوسط، وليش نحن نركز على ريادة الأعمال، مفهوم ريادة الأعمال، وليش ندورنا نحن نخلق جيل جديد من رواد الأعمال أكثر من أصحاب مشاريع صغيرة متوسطة. لما نقول رائد أعمال معناته هو الفرد الذي يمكنه طرح مفهوم جديد ومبتكر ذو قيمة مضافة في السوق.
فنحن يوم نتكلم عن رائد أعمال مو بشرط يكون عنده اختراع جديد، لكن عنده ابتكار لمسات مبتكرة لحل وضع ما، مشكلة معينة في المجتمع، ومن ثم يضع هذه الحلول بقالب أو بمفهوم تجاري يفيد به المجتمع، وفي نفس الوقت يعود عليه بالنفع المادي. الفرق ما بين رائد الأعمال وصاحب المشروع هو الهدف من البدء بالمشروع، ما هي أهداف أو الدوافع التي دفعت بكل الشخصين للبدء بمشروع. رائد الأعمال دائما يعني هدفه أنه يوجد مفهوم جديد أو وضع فكرة ومفهوم جديد في السوق لتعم الفائدة على المجتمع، لحل إشكالية موجودة في المجتمع. أما صاحب المشروع فهو ما يطرح مفهوم جديد من المشاريع، هو هدفه الأساسي المردود المادي. وفي غالب الأحيان صاحب المشروع ممكن يكون وكيل خدمات في الرخصة، ممكن يكون يعني ما عنده تفاصيل إدارة المشروع، المردود العائد المادي أو إدارة الموظفين في المشروع، ما يبي يتطرق لهذه الأمور. هو يبي يكون صاحب مشروع عنده مثل ما يقولون بزنس، بس ما أقدر أقول أن كل واحد عنده رخصة تجارية معناها رائد أعمال. فإذا نحن نطلع للشباب اللي هم قادرين على طرح مفاهيم جديدة في البزنس وعلى حل إشكاليات موجودة في المجتمع. صاحب المشروع على سبيل المثال، إذا أنت في منطقة شفت فيها عدد كبير من الكوفي شوب أو محلات البرجر، فأنت بتقول أوه هذين والله يكسبون، أنا بعد بفتح وياهم. هذا ما أقدر أقول عنه أنه رائد أعمال، لأنه أساساً ما طرح مفهوم جديد وما حل إشكالية، بل بالعكس هناك تضخم كبير في عدد الكوفي شوبس أو المطاعم المتخصصة في البرجر. لكن فيما يخص رائد الأعمال، نحن نبى أن حد يفكر عنده المايند سيت أو التحليل أو التفكير الإيجابي اللي يقدر يطرح فيه مفهوم جديد. الفرق ما بين رائد الأعمال أو صفات، إذا صح التعبير صفات رائد الأعمال، من صفات رائد الأعمال أولاً واللي أنا دائماً أنصح أبنائي الخريجين وبناتي الخريجات أن يستثمرون في شغفهم. الشغف مطلوب جداً لرواد الأعمال، والشغف عادة يبدأ في سن مبكر. لابد أنكم في هذه المرحلة تكونوا عارفين ميولكم ومواهبكم وشغفكم، ومن ثم تستثمرون في هذا الشغف حتى تقدرون تستمرون في إدارة المشاريع. إذا تبتدي حتى الوظيفة، إذا تبتدي أو تدرس في مجال ما تحبه، ما بتتميز فيه وما بتكبر فيه. لكن إذا بديت واستثمرت في شغف في شغلة أنت تحبس أيا كان، ترى أنا أريد وأقول مو بشرط تكون أنت مخترع أو شيء مو موجود، لا، لكن لابد أول شيء تبحث عن الشغف اللي سواء كنت في التصميم، في الهندسة، حتى في الطبخ. بس يوم بدتي تستثمر في الشغف، تعرف تحول هذا الشغف إلى مفهوم تجاري كيف تقدر تخدم فيه المجتمع ويعود عليك بالربح المادي. من صفات رائد الأعمال روح المبادرة والمخاطرة. المخاطرة لابد أن أكيد كل مننا تمر عليه فرص، فإذا ما كان الشخص هذا يقدر قادر أن يستغل هذه الفرص التي هي لربما في جلسة مثل كذي تتعرف على شخص مسؤول يقدر يوجه الشغف اللي عندك ويفتح لك أبواب للمستقبل، لابد أن أنت تقدر أنك أنت عندك الرؤية باستمرار أنك أنت تنتهز الفرص اللي تيك وتكون مخاطر بعض الشيء. مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويطول بعمره، أكبر مخاطرة ألا تخاطره. ليش؟ لأن الفرصة تي للشخص مرة واحدة، كثير من الفرص ما تتكرر، ولمصلحتكم أنكم تكونون دائما جاهزين لاقتناص الفرص الكبيرة اللي بتكبركم. أيضا من صفات رائد الأعمال هناك قلنا روح المخاطرة والشغف، المرونة والمفاوضة. المرونة لابد أنك أنت تتحلى تعرف الناس شو حاجتها. أنا صحيح أن أنا ما أحب هالشيء، بس هناك حاجة في السوق لمثل هالمنتج أو لمثل هذا المشروع. فإذا المرونة في اتخاذ القرار، المرونة في تغيير طبيعة المشروع. قد تكون أنت بديت مشروع ويوم بديت حسيت أنه والله الناس ما حبوا، فأنا من المرونة أن أنا أعيد ترتيب حساباتي وأبتدي فكرة مشروع جديد. مهم جدا أبنائي أنكم تكون عندكم
الرغبة في أنكم تطورون ذاتكم ومهاراتكم بشكل مستمر. نحن في أكاديمية دبي لريادة الأعمال يعني أنشأت الأكاديمية في 2016 بهدف أن نحن نمكن أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار من إدارة مشاريعهم بكفاءة وتطوير مهاراتهم عشان يقدرون يديرون هذه المشاريع ويوصلون لمرحلة النجاح. فلا توقفون عند مرحلة معينة بعد التخرج، التطوير ما يوقف، التعلم مستمر لآخر يوم في حياتنا. فتطوير مهاراتكم كأصحاب قرار كرواد أعمال هذا اللي بيجيب لكم الفرص. على سبيل المثال نحن في مؤسسة محمد براشد تنمية مشاريع صغيرة متوسطة، يونا يعني الكثير من الشباب اللي يطرحون أفكارهم ويطلبون دعم المؤسسة. شو اللي يخلينا في حالة تمويل هذه الأفكار؟ شو اللي يخلينا نفضل شخص على شخص إذا كان لديهم نفس الفكرة؟ يعني أهم عامل اللي يخلي المسؤول يتخذ قرار أنه يدعم هذا الشاب وما يدعم الشخص الآخر مهارات الشخص. مهاراتك إذا كنت تمتلك المهارات القيادية اللي تمكنك من إدارة المشروع، تمتلك كل الرؤية واضحة أبعاد المشروع، منو الشريحة المستهدفة، منو كيف أقدر أسعر المنتج، كيفية تغليف المنتج، كيفية تقديمه للجمهور، ما هي القيمة المضافة، موارد أو التمويل المشروع أو مصادر تمويل المشروع، من هم الشركاء، كل هذا يكون بعين الاعتبار. ومن السهل جدا يعني إذا تقدرون تدخلون على موقع أكاديمية دبي لريادة الأعمال أن يتم تدريبكم على كيفية التخطيط لهذا المشروع. هناك عدة عوامل لابد الأخذ بعين الاعتبار فيها، يعني ناخذها بعين الاعتبار قبل أن نبدأ تخطيط المشروع. مثل ما قلت لكم الهدف المادي أو المادة ما عادت هي الهاجس الكبير لدى أصحاب المشاريع. الهدف الأكبر أو الهاجس الأكبر مهارات الشخص التي تمكنهم من إدارة المشروع بنجاح. لهذا لابد الاستثمار في مشاريعكم أو في مهاراتكم عفوا بشكل مستمر، تطويركم لا توقفون عند حد معين. هناك توجيه إذا تسمحوا لي أنا بقولكم، تقولوا من وين نجيب أفكار مبتكرة؟ خطة الدولة الخمسينية تعتمد على عاملين مهمين، الاستثمار في طاقات الشباب ودعم قطاع ريادة الأعمال. أنتوا الشباب وين ريادة الأعمال عندكم؟ وين أنتوا عن ريادة الأعمال؟ فلا بد أنكم أنتوا يعني الخيار، ما عاد المجال متاح كخيار لكم، أصبح قرار لابد من اتباعه أنكم تدخلون في عالم ريادة الأعمال. أولاً لأن للأمانة لا توجد وظائف، مثل ما أنتم عارفين هناك تحدي كبير في عدد الوظائف المتاحة للجميع، لكل الخريجين ما شاء الله، أبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات في ازدياد في شكل مستمر سنوياً. ولهذا أصبح لزاماً أن نحن نفكر كمسؤولين أن نزرع فيكم ثقافة ريادة الأعمال وكيفية الاعتماد على الذات. وبطري وياكم وبذكر وياكم فيما بعد إن شاء الله ليش لابد أنكم تفكرون مثل ما ذكرت، أنه من المهم أنكم تفكرون كرواد أعمال لأن هناك تحدي في الحصول على الوظيفة اللي أنتم تطمحوا لها. والشيء الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول في العالم التي تقدم منظومة دعم كبيرة وتسهيلات للراغبين بالبدء من مشاريع ولرواد الأعمال، فليش ما تستغلون هالفرص؟ هناك أنا على سبيل المثال بحصر لكم بعض الخدمات اللي تقدمها الصناديق الداعمة على مستوى الدولة، وتحديدا مؤسسة محمد راشد تنمية مشاريع صغيرة ومتوسطة في دبي. الرخصة، إصدار الرخصة مع فايم الرسوم، إصدار رخصة لمدة 5 سنوات ما تدفع ولا شيء، اللهم رسوم التسجيل 1050 درهم. هناك أيضا الحصول على برامج تدريبية مخفضة أو معفاين من رسوم التدريب في بعض البرامج وورش العمل. هناك الحصول على تخفيض في المواقع اللي في إمارة دبي بنسبة 20%، أو ممكن تحصلون على مكتب صغير في حاضنات الأعمال، ممكن البدء بمشاريعكم من المنزل، أو ممكن حتى البدء برخصة الافتراضية، ما عاد لازم أنكم تحصلون على موقع مكتب ومؤثث لبعض الأنشطة اللي نطرحها الحين أو اللي تواكب استراتيجية الدولة. ممكن تبتدون مشاريع نسميها virtual licensing أو virtual locations بدون ما تحتاج اللهم رأس مالك جهاز الحاسوب المحمول أو اللابتوب اللي بيدكم.
فمثل هذه الفرص، وقبل الشهر سيدي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يطول بعمره أطلق مبادرة دبي نيكست، واللي هي منصة التمويل الجماعي لتمويل الأفكار. أنا أنصحكم أنكم تطلعون على هذه المنصة اللي وضعت حلول مبتكرة للي حابين يبتدون مشاريعهم بدون ما تحتاجون اللجوء للبنوك أو صناديق التمويل عشان تحصلون على رأس مال للمشروع. مع العلم أني أرد وأقول أي التزام مادي للبدء بمشروع سيسبب لكم أن عبء مادي لكم فيما بعد، فتجنبوا الحصول على القرض. ولكن هذه المنصة من الجميل أن الشيء اللي بتحصل عليه أما يطرح حلول، على سبيل المثال ممكن اللي أعطوكم ممولة والمشروع من المجتمع، من مسؤولين، من جهات، ممكن يكونون شركاء وياكم في المشروع، أو يكون الناس مثلنا. يعني أنا حطيت 1000 درهم في هالمشروع كخدمة مجتمعية أو إلى ما ذلك. فأنا أنصحكم تطلعون على مثل هذه الحلول، وأيضا أرد وأقول هي كنوع من تطوير الذات. أرد ونقول من الخدمات اللي تقدمها الصناديق الداعمة برنامج المشتريات الحكومية. هل تعرفون أنتم أن هناك برامج على مستوى الدولة، برنامج يخصص يلزم الجهات الحكومية سواء كان على مستوى محلي في محليات إمارات الدولة المختلفة أو على مستوى اتحادي، يلزم الجهات الحكومية تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة المشتريات السنوية لصالح المشاريع الصغيرة المتوسطة. فلو أفكر أنا شو هي احتياجات الجهات الحكومية من برمجيات، من أثاث وديكور مكاتب، من قرطاسية، من كيتري، كل هذه أنشطة ممكن تبتدون فيها وتحصلون على عقود بالملايين، فليش تضيعون الفرص على أعماركم؟ إذن أنا بإيجاز أبغى أقول لكم أن أفضل المشاريع اللي ممكن تبتدون فيها هي اللي تحقق رؤية الدولة وتستثمرون فيه في شغفكم وتقدم خدمة لمجتمعكم. أنا ما بطول عليكم، لكن طبعاً أنا حاولت أبسط لكم، مو معنى كذي إنه ما في تحديات، هناك تحديات بيتطرق لها أكثر بشكل أكبر أخوي رائد الأعمال الإماراتي والمخترع الإماراتي أحمد المزروعي، لكن أنا بغيت أوجز لكم بشكل مبسط جداً أوجه الدعم، كيفية الحصول أو الاستفادة من فرص أو منظومة الدعم اللي تقدمها دولة الإمارات، وليش يتوجب عليكم أنكم تطوروا مهاراتكم في إدارة المشاريع للدخول في عالم ريادة الأعمال. أفتح المجال الحين لأخوي أحمد المزروعي بياخذكم بشكل أكبر في قصة نجاحه والتحديات اللي مر فيها وكيف ممكنكم تتفادون هذه التحديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد المزروعي، مخترع ورائد أعمال إماراتي، مؤسس شركة AMI للصناعات. أنا سعيد جداً أني أكون اليوم تواجد معاكم في توطين توك، وإن شاء الله أني أقدر أوصل قصتي بشكل مبسط لكم. نحن اليوم الحمد لله بفضل قيادتنا وفي دولة الإمارات، مجرد تقول أنك أنت من دولة الإمارات تحصل على دعم من كل دول العالم، وهذه الفرصة أنا حصلت عليها بزيارتي للمعارض على مستوى العالم في الصين واليابان وفي كوريا وفي ألمانيا. بالفعل يوم يشوفون شخص من دولة الإمارات أحصل على فرص أكثر، يهتمون فينا أكثر، معناته هناك في قيادة تدعم هذا الشيء، في توجيه كبير في دعم الصناعة. بتحدث عن قصتي بشكل كامل والتحديات اللي أنا مريت فيها في خلال 23 عام. بديت في سنة 1999 تصنيع أجزاء من السيارة، وفي سنة 2003 كنت من أوائل الناس اللي اشتغلوا في جهاز سباقات الهجن، وهذا الجهاز تعلمت منه أشياء كثيرة وسوقت فيه على مستوى العالم أو مستوى سوري على مستوى مجلس التعاون. في عام 2003 كانت هناك تحديث في موضوع التعامل مع سباقات الهجن، وقمنا بتطوير جهاز لسباقات الهجن. يوم بديت في هذا الجهاز بأمانة بديت بمبلغ وقدره تقريبا، أنا بقولكم المبالغ على أساس أقولكم الإنسان يوم يكون عنده شغف في شيء معين أو أنه يختار وقت مناسب أو يختار مكان مناسب لتسويق منتجه ما يحتاج إلى رأس مال كبير. بديت ب700 درهم في تصنيع وتطوير أول جهاز لسباقات الهجن،
وفي خلال عام ونص مبيعاتي وصلت إلى 3,700,000 درهم تقريبا من 700 درهم تقريبا في المجال تصنيع هذا الروبوت وتسويقه على مستوى الخليج. تعلمت في هذه المرحلة في موضوع الابتكار والاختراع، إذا أنت قدرت تخترع منتج أو تبتكر منتج في وقت مناسب وفي مكان مناسب وفي وقت عليه طلب، صدقني بتحصل الدعم موجود فيه، بتحصل الدعم موجود في الاختراع نفسه. نحن المشكلة اللي مروا عليها كثير من الشباب يتكلمون عن موضوع أني عندي فكرة ولكن لم يبحث في الفكرة، لم يختار مكان مناسب، لم يختار وقت مناسب للبدء في تفكير في هذه الفكرة أو تطبيقها على أرض الواقع. مهم جدا أنك أنت تعرف شو قدراتك في تطوير هذه الفكرة. مروا علي بعض الشباب عندهم أفكار كبيرة وأكبر عن فكرة وأكبر عن المادة اللي موجودة عنده، ليش وصلت لهذه المرحلة؟ أنت لازم تتطرق تدريجي لهذا الموضوع. طبعا الابتكار والاختراع له مراحل كثيرة. في عام 2008 بديت في تطوير جهاز تدريب الصقور، والحمد لله توفقت في تدريب جهاز تدريب الصقور وحصلت على جوائز كثيرة وسوقت على مستوى الخليج. الفكرة ليس هنا، اكتشفت أنا في من عام 1999 ل 2011 تقريبا أو 2012 بديت بدراسة المشروع الجديد، كنت أبحث عن دعم من المؤسسات الداعمة، تقريبا قدمت في إحدى المؤسسات يمكن 8 مرات وفي إحدى المؤسسات الأخرى تقريبا 10 مرات، وحاولت أشرح لهم أني أنا مخترع، أنا مبتكر، أنا أقدر أصنع، أنا أقدر أبدأ، ما حصلت على دعم. وبالفعل أنا ما حصلت على دعم لأسباب معينة مش هم الغلط، كنت أبحث عن دعم مجهول. ضروري جدا أنت كمخترع ورائد أعمال تعرف شو متطلباتك في دعم مشروعك، النقص اللي موجود عندك. فاللي حصل معايا أني بعد 13 سنة اكتشفت أني أنا أبحث عن دعم مجهول، دعم غير معروف. بعد 13 سنة حصلت على دعم توجيهي، طبعا هذا الدعم التوجيهي حصلت عليه من قيادتنا، حصلت عليه من دولة الإمارات، من المؤسسات الحكومية، من شركات، من مؤسسات، من القيادة، من أمور كثيرة. فالموضوع لا ينصب أنك أنت تفكر في فكرة وتقول بكرة بطبقها، لا، هناك في أمور كثيرة لازم أنت تدخل فيها في موضوع تطبيق الأفكار على أرض الواقع. اليوم هذه المؤسسات اللي أنا رحت لها قبل تقريباً 10 سنوات 8 سنوات هي داعم رئيسي لي، وأصبحت اليوم أنا أصبحت عضو في هذه المؤسسات وأصبحت شغال معهم بعقود كبيرة وحصلت على دعم منهم أكبر على اللي طلبته من البداية. فموضوع طلب الدعم جدا مهم بتوضيحه، ليس كل دعم محتاج إلى دعم مادي، صدقني الدعم المادي بتوفر لك إذا كانت الفكرة ناجحة. بتطرق في موضوع الناس اللي تدخل في موضوع الفشل. الفشل مهم. الشخص الناجح هو الشخص الوحيد اللي يكتشف الفشل. رقم 2، الفشل ليس أنت. إذا أنت قدرت توصل أنك تكتشف الفشل أنت إنسان نجحت، لأنك أنت بتبادرت واشتغلت وقدرت تعرف الفشل. رقم 3، ليس أنت الفشل، الفشل هو المشروع، الفشل هو الإنجاز اللي أنت أنجزته فقط. لا تتكلم عن موضوع أنك أنت فشلت، بالعكس أنت نجحت أكثر. جدا مهم تعرف أسباب الفشل، تعمل دراسة لهذا الموضوع. في أمور كثيرة مريت عليها في التجارب، اكتشفت أن الدعم موجود في الإنجاز نفسه. في إحدى المحاضرات كنت أقدم محاضرة، فكان السؤال: أحمد أنت حصلت على دعم، حصلت على دعم على أساس أنك أنت حصلت دعم اليوم أنت عندك شركات؟ لا، هذا خطأ. سألت سؤال، قلت له: أنت اليوم كم شخص اسمه أحمد عندك تعرفه؟ قال: كثير. قلت له: خلاص، معدات الموضوع ليس أنا المدعوم، إنجازاتي المدعومة. وبالفعل أنا في خلال 16 سنة كنت أتحدث عن إنجازاتي وما حصلت على دعم. يوم قدمت إنجازاتي بديت أحصل على دعم كبير ومشتريات. فقلت كلمة في هذا الموضوع: لا تتحدث عن إنجازك، دع إنجازك يتحدث عنك. إذا أنت قدرت توصل إلى مرحلة تخلي الإنجاز يتحدث عنك، أنت إنسان نجحت وتلقى أمورك ماشية في التسويق. وإذا كنت بعدك في مرحلة أنك تتحدث عن إنجازك أكثر عن إنجازك، معناته أنت إنسان بعدك قاعد تأسس وبعدك قاعد تبدأ. في نقطة مهمة جدا في موضوع تأسيس الشركات، مهم جدا أن تكون خبرتك
أكبر من رأس المال. ليش؟ في ناس تبدأ تأسس مشروعها وتقول لك أنا أسست مشروع أسميه المشروع الاتكالي، اللي هو يأسس المشروع 10% ويجيب موظفين 90% ويخليهم يديرون المشروع. تعرفون شو المشكلة الكبيرة اللي تواجهنا في هذا الموضوع؟ المشكلة الكبيرة أنه هو يبدأ يأسس مشروع 90% على إدارة وهو مؤسس 10%، فما بيحس بأي خطر في المشروع ليه ما يتعدى المشروع 91%، لأنه هو عارف عن المشروع فقط 10%. فمهم جدا تكون خبرتك كبيرة، تطور خبراتك في المجال، تبني بيئة. في ناس تقول لك أنا ما أقدر أشتغل، لا تقدر تشتغل. لازم تعرف إذا أنت كنت تعيش في بيئة ما تقدر تساعدك أنك تنجز وما تقدر أنك تطبق أفكارك، يا أخي أخلق بيئتك، أصنع بيئتك اللي تساعدك في الإنجاز وتطوير أفكارك. اليوم مهم جدا، نحن في دولة محتاجة كل المقومات والتكنولوجيا بفضل رب العالمين. اليوم أنا أسس شركات كثيرة في مجال الصناعات وشاركت في معارض كبيرة، واليوم نحن شغالين في تطوير التكنولوجيا بشكل كبير. الاختراعات لا تقف عند شخص ولا تقف عند أي إنسان، الأفكار موجودة متداولة، لكن المشكلة في تطبيق الأفكار على أرض الواقع. نحن في دولة بنية التحتية جاهزة، وفي دولة مستعدة تدعم أي فكرة ناجحة لها طلب على مستوى العالم أو مستوى الخليج. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله جميعا، وننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة. طبعا نشكر ضيوفنا الكرام على ما قدموه من حديث حول موضوع الجلسة، والآن إن شاء الله بنفتح مجال الأسئلة والإجابة، ولكن نتمنى أن يتم الإجابة شوي بطريقة مختصرة. ما شاء الله حجم الأسئلة وعددها كبير، فإن شاء الله بنبتدي فيها بأول سؤال للأخت ابتهال، يتكلم عن شو أهم البرامج اللي تقدمها الأكاديمية لرواد الأعمال، البرامج الأكاديمية في الكلية شو نوعها؟ البرامج الأكاديمية تنقسم إلى نوعين. نوع هو البرامج التخصصية المعتمدة، الدبلومة الطويلة، وهناك ورش عمل القصيرة. وكل برامج الأكاديمية معتمدة من هيئة المعرفة في دبي. البرامج الطويلة الدبلومة، منها دبلوم ريادة الأعمال، منها الدبلوم بشكل عام يعطيكم معلومات كيفية التخطيط لمشروع، دبلوم الضيافة مدة اللي هو اللي حابين يبتدوا مشاريعهم في المطاعم والكافيتريات، عندنا دبلوم ريادة الأعمال في الزراعة. مدة هذا الدبلوم الطويلة أقصد 2 إلى 3 أشهر، ومدة ورش العمل ممكن تكون يوم أو يومين في أي موضوع يخص ريادة الأعمال. والموقع موجود والبرامج كلها موجودة، والتسجيل في هذه البرامج موجود على الموقع الأكاديمية. وهي عن بعد حالياً تقدم؟ هذا سؤال. نعم آخر. حالياً تقدم عن بعد، إن شاء الله قريب على السنة الجديدة بنرد نداوم في مقر أكاديمية دبي لريادة الأعمال اللي هو في البزنس بيلج أو قرية الأعمال في دبي. وبإمكان الجميع يعني يسجل فيها من مختلف إمارات الدولة. نعم، نحن كل المواطنين وغير المواطنين ممكن يستفيدوا من برامج التدريبية اللي تطرحها الأكاديمية لتطوير مهاراتهم، سواء كان في مجال ريادة الأعمال أو في الأمور الإدارية بشكل عام. موقع الأكاديمية بنحط إن شاء الله في الشات بوكس بإذن الله. بإذن الله. بنشوف في شيء دورات خاصة بالمهارات التي يجب أن يتمكن منها رائد الأعمال ضمن البرامج الكلية؟ أغلب ورش العمل والبرامج تخص تطوير مهارات رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة. الهدف أساساً كان من إنشاء أكاديمية دبي لريادة الأعمال عقب ما شفنا الفجوة ما بين أصحاب المشاريع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد وما بين المهارات اللي يمتلكونها هذيل رواد الأعمال. هنا طلعت الفكرة أن نحن نأسس أكاديمية لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من إدارة المشاريع بنجاح. فبالتالي وأساساً وما يميز الأكاديمية أن أغلب
إذا ما كانوا كلهم، أغلب المدربين هم أساسا رواد أعمال، منهم على سبيل المثال الأخ أحمد المزروعي والمخترع. عندنا مستشارين في الأكاديمية كلهم رواد أعمال، الهدف من هذه البرامج نقل خبراتهم بشكل عملي مبسط لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال، ونحن نطور، هدفنا تطوير مهاراتهم. ما عندنا برامج أكاديمية، نحن فقط نتكلم عن تطوير مهارات وتمكينهم للبدء بمشاريعهم. في سؤال من الأخت مريم، يمكن هي عندها مثلا رؤية إخراجية في أفلام الأنيميشنز، وهي تطلب نصيحة مثلا، ولكن النوع البزنس يتطلب يعني مثلا رسم احترافي مثلا، فهل النصيحة لها أنها هي تطور نفسها في جانب الرسم، أو أنها ممكن هي تتعاون مع شريك يغطي هذا النقص عندها في المشروع نفسه كتوجه عام؟ الاثنين مجدين جدا، أنصحها طالما أنها عندها شغف ممكن أنها تضع هذا النوع من الرسومات الأنيميشن على منصة التمويل الجماعي للبدء بمشروعها، وإذا كانت تشوف أنه ما عندها المهارات الكافية تتأنى شوية، تحضر برامج تدريبية وتطور من مهاراتها طالما أنها بعدها صغيرة، وممكن أنها تلجأ لمستثمر يستثمر في الشغف اللي عندها. وهناك نماذج في مؤسسة محمد بن راشد شفناها ونجحت، هناك رجال أعمال وجهات حكومية وجهات خاصة استثمرت في بعض التالنت أو الموهوبين اللي ممكن أن أفكارهم جذبت هذين المستثمرين وحبوا هذا. بس بشكل عام الحين انتم مضطرين تدورون على المستثمرين، المنصة موجودة، حطوا أفكاركم ومشاريعكم، وإذا ما كنتي عارفة كيف انك انت تبدين مشروع، أنا أنصحك انك تدخلين دبلوم ريادة الأعمال اللي من خلاله ما بتطلعين من هالبرنامج إلا وانت راسمة خطة مشروعك وتسلمينها حتى تحصلين على الدعم اللي تحتاجينه إن شاء الله. في سؤال من الأخ حمد الشحي يتكلم عن شو الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها رائد الأعمال من الأكاديمية. نعم. فلكل الخريجين المنتسبين لدبلوم ريادة الأعمال اللي قدروا يقدمون خطط مشاريعهم، يتم إدراجهم أوتوماتيكيا في خدمات منظومة الدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية مشاريع صغيرة ومتوسطة. فهناك فرصة للي منتسبين لدبلوم ريادة الأعمال واللي حابين يبتدون مشاريعهم في إمارة دبي أنهم يحصلون على دعم مباشر من مؤسسة محمد بن راشد. وللعلم نسبة الخريجين اللي بدأوا مشاريعهم فعلياً عقب هذا الدبلوم تفوق 50%، وهي نسبة عالية جداً. فنتأمل إن شاء الله أنكم أنتم تطلعون على البرامج اللي تناسبكم وتقدرون أنكم تستفيدون منها. شو الصفات المهمة الرئيسية في أو المهارات اللي يحتاجها رائد الأعمال اللي تكون موجودة عنده؟ ذكرت أنا وبعد ذكرها أخوي أحمد، من المهم جدا التطوير المستمر في مهاراتهم، مهم جدا الاستثمار في شغفهم والبحث عن شغفهم في سن مبكر واكتشاف هذا الشغف في سن مبكر، مهم جدا الإصرار على الاستمرار والمثابرة، لا يستسلمون عند مرحلة معينة ويقولون فشلنا، مثل ما قال ذكر أخوي أحمد وأنا عجبت صراحة بهالجملة. الفشل قد يكون فشل في جزئية معينة من المشروع، وعادة في مراحل التخطيط للمشاريع في علم الإدارة هناك باك اب بلان أو الخطة البديلة في حال إذا مر المشروع في تحديات، لابد أن يكون نحن دارسين المخاطر هذه من ضمن دراسة المخاطر، أن نضع خطط بديلة في حال إذا هذا المنتج ما مشى في السوق، كيف أضع منتج بديل أو أني أحسن من هالمنتج وأشوف الفرص المتاحة. فإذا الاستمرارية والمثابرة، تطوير الذات، الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال خطط الدولة. أنا اللي أبغى أطرح سؤال الحين على الموجودين، كم واحد منكم يعرف خطة الدولة الخمسينية؟ هل اطلعتوا على أهم الملفات الاقتصادية اللي طرحتها دولة الإمارات للخمسين سنة القادمة، وكيف أنكم أنتم ممكن تستثمرون فيها كرواد أعمال؟ من هني تقدرون تطلعون بأفكاركم. الأفكار ممكن تكون أما لسد حاجة في السوق، أو أنكم أنتم وضع مفهوم جديد مثل ما قلت شفتوه في بلد آخر، أو حتى ما حد طرحها من قبل. فهاي هي الصفات المفروض أن تتوفر في رائد الأعمال. شكراً أخت ابتهال. الأخ عيسى يسأل عن دور الأكاديمية في تبني الأفكار المبتكرة، وهو يمركز تحديداً في عملية الملكية والحقوق لأصحاب الأفكار هاي.
مثل ما قلت نحن طرحنا دبلوم اللي تدريب الملكية الفكرية. مؤخرا عندنا ماجستير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي للمبتكرين لحقوق الملكية الفكرية والمبتكرين. الهدف اللي تقدر تقدمه أكاديمية دبي لريادة الأعمال هي مثل ما قلت نحن دورنا أن نطور مهاراتكم والأويرنس أو رفع ثقافة حماية الملكية الفكرية والعائد الكبير لمثل هذه الممارسة اللي هي حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الأفكار المبتكرة. أنا بأهلك لكن ما بترك هناك، هناك مبادرة تحت مؤسسة محمد بن راشد نحن نعنى بتطوير مهاراتك، والإدارة المختصة بأن تحمي أفكارك هي حاضنة برنامج حمدان للإبداع والابتكار. مركز حمدان للإبداع والابتكار أيضا يندرج تحت مؤسسة محمد بن راشد، هني هم بياخذونك بالبروسس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لحماية ملكية الفكرية لمشروعك، فكرة مشروعك المبتكر بيناقشون وياك أصلا كيف تقدر تطور هذا المشروع وتحويل اللي يقولون البروتوتايب أو النموذج اللي المبتكر إلى سلعة أو منتج تجاري متاح في السوق. فمثل هالدبلوم متوفر في الأكاديمية، والمميزات اللي تقدم للمبتكرين عن طريق منظومة الدعم مثل ما قلت لكم نحن جزئية من منظومة أكبر اسمها مؤسسة محمد بن راشد، اللي من خلالها عقب ما أهلتك أنا في الأكاديمية تقدر تصدر الرخصة، تحصل على مكتب مخفض الإيجار، تقدر أنك أنت تحفظ حقوق الملكية الفكرية لمشروعك، وتقدر تستفيد أيضا من عقود الجهات الحكومية اللي صراحة بالملايين. أنا إذا تسمح لي أخوي علي بس أذكر برنامج الجهات الحكومية اللي أنا كنت أديره في يوم الأيام. حد من الشباب نحن وجهناه ودربناه، يعني أول ما بدأ تخيلوا أنتوا كطلبة الحين وخريجين يوم تحضر هذا الدبلوم وتشوف الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية، خل على سبيل المثال نقول مثلا عقود طيران الإمارات، أغلب العقود في الانفلايت سيرفيس الخدمات الداخلية في الطيران مخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد، فإذا أنت صادر رخصتك من المؤسسة الأولوية لك، وإذا أنت مؤهل وتعرف الفرص وجدامك أنت جهة مثل طيران الإمارات ممكن تستفيد من النسبة الكبيرة اللي تخصصها سنوياً. طيران الإمارات تخصص ما لا يقل عن 150 مليون درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، شو التريون؟ أنت يوم بيكون عندك مشروع أنت بتكون مدير نفسك، لا بد أنك تمتلك المهارات القيادية اللي تأهلك لبدء مشروعك، وتفكر أن أنا مو بلازم أدور على وظيفة، أنا أقدر أن أنتهز الفرص أشوف الفرص المتاحة وأبتدي مشروعي الصغير اللي ممكن مثل ما قلت لكم تستفيدوا منه بشكل أكبر من الوظيفة. سؤال أيضا يعني يمكن تكرر أكثر الموضوع اللي هو الفشل والخوف من الفشل، شو أهم أسباب فشل بعض المشاريع يعني اللي يمكن أنتوا يعني من تجربتكم في هالمنظومة يعني مع الشباب، الأسباب الرئيسية في فشل معظم المشاريع اللي ما تنجح؟ منظوري أنا يعني من أسباب الفشل هو يعني ما يمتلك المهارات الكافية أو ما كانت عنده رؤية كافية للمشروع. من المهم جدا أنكم تتمهلون في مرحلة تخطيط للمشروع، تعرفون بالضبط منو شركائكم، منو الشريحة المستهدفة. يعني أنا يوم بقدم منتج للنساء مو بنفس المنتج اللي أقدمه للأطفال، مو بنفس المنتج اللي أقدمه للرجال، فبالتالي أعرف الخطة التسويقية اللي بتبعها لترويج للمنتج، وين أسوق المنتج. وبعدين بكون صريحة وياكم، لو فشلتوا شو خسرانين؟ افشلوا وتعلموا، أنتوا بعدكم صغار، بس أهم شيء ما تفشلون في الأمور المادية، ما يكون يعني العواقب المادية وخيمة في موضوع الخسائر اللي للمشروع. لكن إذا خسرت في المراحل الأولى عادي، ونصيحتي بعد لكم مو بشرط كل حد يعرف أنكم بديتوا بمشروع، ابتدوا مشروع صغير بينكم وبين ربعكم، كبروا هالمشروع في محيط الأهل والمجتمع الفريج اللي انتوا فيه، وعقب اطلع بمشروع تجاري كبير. فابتدي يعني تدرج في موضوع تخطيط المشروع، وحتى لو فشلت عادي تعلم من تجربة الفشل. وكل اللي سبقوكم في مجال ريادة الأعمال كلهم فشلوا وكلهم تعلموا من خطاهم واستمروا، ورجاء لا تفكروا أنكم تستسلمون وتسكرون هالمشاريع بشكل مبكر، لا، غير طبيعة المشروع، نشاط المشروع، تعلم، شوف الخطأ وين استوى، طور من مهاراتك، وإن شاء الله أنكم بتوافقون بإذن الله. إن شاء الله. شكرا.
طبعا السؤال التقليدي العام يعني عند الجميع يمكن تكرر اكثر مره، اذا كل اذا عندي فكره مثلا مبتكره ومو بعارفه وين اتجه لطرح الفكره والحصول على الدعم المطلوب لتنفيذها، لو تعطينهم بعض الخطوات اذا اي حد عنده فكره يكون يمر بهالبروسيس. تسجيل على الواتساب مدخل على حاولوا انكم اول شيء تدونون هذه الافكار، ومثل ما ذكرت احضروا برامج تدريبيه كثر ما تقدرون، حاولوا انكم تطورون مهاراتكم وتشوفون الفرص المتاحه من وين. لو عندك فكره خير بركه، في ناس يبون يبتدون مشاريع وما عندهم افكار، فمن الافضل طالما ان عندك فكره انت محتاج فقط تعرف كيف ترسم ملامح المشروع التجاري وكيف تمتلك المهارات الصحيحه لاداره هذا المشروع التجاري فقط، بسطوا اعماركم لهذا. حاولوا انكم تدونون هذه الافكار وتشوفون احتياجات هذا المشروع. انا احتاج موقع، احتاج رخصه، احتاج ارشاد وتوجيه، محتاج تدريب لتطوير مهاراتي. اذا للموقع انا اول شيء بصير المؤسسات الداعمه، صناديق الدعم، مؤسسه محمد بن راشد، هل عندكم اتفاقيات لمواقع مخفضه الايجار؟ شو المواقع اللي ممكن تفيدوني في الموقع؟ او حتى لو ما عندك انت فكره عن شو الدعم اللي يقدمونه، قول لهم انا عندي فكره مشروع، كيف ممكنكم تساعدوني؟ انا ابغى تمويل. انا مو بياس اقول لكم لا تحصلون على تمويل، اذا انت متاكد ان هذا التمويل بترد لنا في النهايه التمويل معناته انك تاخذ قرض، ونحن ما نباك انك انت يعني من اول خطوات المشروع تكون عليك التزامات ماديه وفي النهايه هي قروض او ديون. فبالتالي كثر ما قدرت يوم يسالوني انا ما هو المشروع الناجح اقول لهم ما قلت تكاليفه وزادت أرباحه. فكروا أنكم أنتم كيف تبتدون لو بشيء بسيط، ومن ثم تقدرون تكبرون المشروع هذا تدريجيا. هناك عدد من الشباب في بدايات مشاريعهم، اللي من الشباب اللي مولناهم في بداية مؤسسة محمد بن راشد في 2002 و2003 للأسف يعني ما نجحوا وما استمروا، لأن كان عندهم مفهوم خاطئ عن ريادة الأعمال. هو يوم خذ التمويل من مؤسسة محمد بن راشد اشترى سيارة رنج وأثث مكتب في شارع الشيخ زايد بنص مليون درهم أجارة، وأثث الحين تقدر تحصل على مكتب بعشرين ألف بالكثير في حاضنة أعمال، يعني أو يمكن ما تحتاج إذا ما عندك عشرين ألف ابتدي من البيت، ابتدي مشروعك فقط من جهاز الكمبيوتر المحمول virtual location وحصل على الرخصة الافتراضية. فهناك تسهيلات. انتوا وين؟ اتذكر ان احمد مزروعي في بداياته لو هو اللي كان الله يذكره هو اللي موجود يكلمكم، احمد ما تم دعمه بشكل مباشر، احمد رفضناه اكثر من مره سواء كان في مؤسسه محمد الراشد او في صندوق خليفه. بعد كنا نشوف انه واحد يعني عنده جراج وياس يصلح سياكل وسيايير ما يقدر انه يكون صاحب مشروع، بس عقب صار اختفى فتره طور من نفسه، طور مهاراته، طور الأفكار اللي عنده لتصبح مشاريع تجارية تعود عليه بالمردود المادي. هني أحمد يوم شفناه في أحد المعارض شارك من بيزاته وشارك في وفود حتى خارج الدولة، قدر أنه يعني خلاص يرسم ملامح أنه رائد أعمال، عرف هو شو يحتاج وهو نفسه ذكر هالشيء. أنا كنت أبحث عن دعم، حاول يقنع أصحاب القرار أن أنا أبغى تمويل، بس بمجرد ما أعطيناه نصيحة وتوجيه عرف أنه لا والله أنا كيف أوظف الابتكارات هذه بحيث تخدم الجهات الحكومية. الآن أحمد مزروعي من أهم الموردين للقوات المسلحة، ما شاء الله قدر يقدم ابتكارات، وإذا تشوفون بروفايله بتشوفون أنه في كل دورة لمعرض آيدكس يشارك وبدعم من شيوخ الله يطول بعمارهم. فإذن كيف تحول ابتكاراتك لمنتج تجاري وبأقل التكاليف؟ هذه أهم النصائح اللي تأخذونها إن شاء الله. الأسئلة ما شاء الله كثيرة. خديجة الحمادي تسأل يعني مع زحمة المشاريع اللي نشوفها من حولنا وكيف المشروع يقدر يتميز عن غيره؟ يعني مثلاً ابتعدوا عن التكرار، ابتعدوا رجاء عن التقليد والتكرار ونمطية المشاريع. وأنا دائما أقول وتبون تقولون زين شونا هذا، لا تسوون مشاريع برجر. شارع جميرة روحه فيه أكثر من محل، من 50 محل برجر، لا تسوون كوفي شوب إلا إذا كنت عارف ليش بتقدمين شيء برجر ما حد ذاقه من قبل، مو باختراع، بس انت عارف ان الخبز هذا الحين اللي جاء وفتح
محل الدياي او البرجر في دبي مول او في مثل المشاريع، هم عارفين انهم ياسين يقدمون بنفس الفيديو سواء كان من الخبز او من البرجر نفسه. تقولون من وين نطلع بافكار؟ قلت لكم انا مثل ما قلت قبل، شوفوا استراتيجيه دوله الامارات، شو الانشطه والمجالات اللي الدوله حددتها في استراتيجيتها العشرين سنة القادمة أو الخمسين سنة القادمة، استثمروا في هذه المجالات. يوم نتكلم عن ملف الأمن الغذائي، ملف الأمن الغذائي معناه أنا محتاج لمزارع، محتاج لحلول مبتكرة في مجال الزراعة حتى أمن المنتجات الغذائية في مجتمع دولة الإمارات. ممكن تكون عندكم مهارات الصيد الأسماك، ممكن تكون عندكم مهارات الزراعية، عندنا دبلوم زراعي طور من هذه المهارات، ممكن الصناعة جدا مهم الاستثمار في الصناعة، الأخ أحمد المزروعي ممكن يفيدكم في هذا المجال. الدعم موجود، أنتم المطلوب منكم أنكم تتوجهون للجهات الداعمة وتطلبون هذا الدعم وتعرفون احتياجاتكم، أنتم شو تبون تبتدون. لو يعني أنا من ضمن جلسات الاستشارات اللي أقدمها، ممكن أنا اكتشفت حد من الشباب، صدقوني يعني هذا بالنسبة لي أنا اختراع، هو حاصل على برامج تدريبية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة في مجال صناعة الشوكولات فقط، يعني مو مجال جديد، بس لما شفت المهارات اللي عنده يعرف كيف يسوي الانجريدينس للشوكولات، ومحكم دولي في بلجيكا اللي هي بلاد الشوكولات، كيف قدر أن هذا الشاب اللي في العين أنه هو يطور بعد ما بدأ مشروعه؟ ها أنا ياسا أمشي وياه الحين خطوات الأولى لتأسيس مشروعه، بس عنده مهارات. هذا اللي أبغى منكم، أن تستغلوا تستثمروا في مهاراتكم كثر ما تقدرون، لا توقفون، لا تدورون عن وظائف تقولون هذا. شوفوا الدولة شو الوظائف اللي طرحتها، الدولة محتاجة لمبرمجين، محتاجة إلى رواد أعمال، محتاجين للصناعات، محتاجين للمشاريع، فكل هذه المجالات أنتم ممكن تتخصصون فيها كتدريب لمهاراتكم وتستثمرون فيها خطوة بخطوة، إن شاء الله ونشوفكم من أكبر رواد الأعمال في الدولة بإذن الله. يما تسمعنا أخوي أحمد؟ عم أسمع، أنا أصلاً الصوت واضح عندي ممتاز، أسمعكم كله بس أنتم ما تسمعوني. الله يسلمك، الرحب فيك يا شباب من جديد الله يسلمك. انا عندي سؤالين ابغى اجاوب عليه تقنية. حاضرين زين. عندي اول سؤال بالنسبه لرجل اعمال ورياده الاعمال، رائد الاعمال، واضح الصوت؟ واضح. واضح، استمر. زين، انا بعطيكم مثال بسيط شو الفرق من بين الاثنين وكيف رائد الاعمال يكون ناجح. رجل الاعمال دائما يبحث عن الفواكه ويفتح المحل على اساس انه يبيع الفاكهه تقريبا ب 20 درهم. رائد الاعمال يشتري فاكهه ب 20 درهم يبيعها ب 300 درهم. تعرفون شو الفرق من بين الاثنين؟ هذا فقط لان رائد اعمال مبتكر طلع جوس اسمه اي، فطلع الجوس عنده هذا ب 20 درهم، هذاك يشتري ب 18 يبيعه ب 20، فائدته درهمين. ورائد الاعمال الشخص الناجح اشترى كرتون ب 20 درهم وسوى منه عصائر ويبيع العصير الواحد ب 25 درهم، فيبيع تقريبا في اليوم 300 درهم من العصير. فرائد الاعمال محتاج الى توظيف المنتجات ماله بشكل صحيح في وقت صحيح في مكان مناسب. السؤال الثاني اللي هو موضوع الفشل. موضوع الفشل اصلا في بعض الناس تسمي التحدي فشل. ما في بزنس اليوم ناجح ما في تحديات، ففي فرق من بين التحدي وفي فرق من بين الفشل. بعدين الفشل ما يفشل إلا الشخص الناجح، اللي يكتشف الفشل معناته هو يبي ينتقل إلى مرحلة النجاح. المشكلة وكان هذا أحد الأسئلة أبو شاب، هو إن كيف يستفيد، سأل السؤال كيف يستفيد من تجربة الفاشلة في موضوع إنه يرجع مرة ثانية ويستفيد من أخطائه ويرجع من ثاني يقدم مشاريع جديدة. بشرح له الموضوع هذا. اليوم أنت إذا صار عندك فشل في نقطة معينة، لا تعم الفشل هذا لك أنت، حطه في جزء موجود عندك في مشروعك ولازم تكتشفه أنت. دائماً نحن نبحث عن دراسات لبدء مشروع، ولكن ما عندنا دراسات لفشل المشاريع. موضوع الفشل هو تحدي وليس فشل، لازم يكون عندنا فرق من بين الفشل والتحدي. التحديات موجودة، المنافسين موجودة، منافسين موجودين بشكل كبير، تقليد المشاريع موجود. المهم في أهم شغلة في موضوع المشاريع اللي نحن لازم نبنيها، اللي هي الإبداع في الفكرة، التميز في الفكرة، تسوق نفسها. إذا ما تكونت هالاثنين، فكرة جديدة
وفيها إبداع ووقت مناسب ومكان مناسب بتكون الفكرة طبعاً فاشلة. نحن ما نقول أشخاص فاشلين، لا بالعكس، اللي فكر واللي يبدأ في مشروعه بتمر عليه هذه التحديات ومراحل الفشل في جزء بسيط، ولكن هذا الجزء ما يأثر على مشروعه إذا هو كان فاهم أن هذا قدر يكتشف وين الفشل موجود في المشروع. إن شاء الله. الأخ ابتهال السؤال عن هل في عندنا، نحن يسألون عن مواقع تدعم المشاريع الصغيرة، يعني تكون فيه موقع مثل حاضنة للتسويق للبرودكت والبروجكت اللي هم ينفذونها مثلا، وذاك التجارب في بعض الدول يعني. نعم، أنا أنصحهم لزيارة حاضنة مركز حمدان للإبداع والابتكار، سواء كانت الفكرة تجارية أو مبتكرة هم بيفيدونهم، لأن حتى كل الحاضنات اللي مهام مركز حمدان للإبداع والابتكار ليس فقط توفير المكاتب أو المواقع لهذه المشاريع، ولكن هي أيضا الجهة المسؤولة لترخيص جميع حاضنات الأعمال في إمارة دبي. فأي حاضنة تمتلك الفرصة أو ترغب أنك تحصل على موقع مخفض الإيجار، ولما نتكلم عن حاضنة هي مجموعة من المكاتب المؤثثة وفيها جميع احتياجات رواد الأعمال للبدء بمشاريعهم بأقل التكاليف، هذا هو مفهوم الحاضنة. فأنا أنصحكم أنكم ما تدورون مواقع إيجارات سنوية كلها أعباء مالية، لكن إذا اتجهتوا لمثل هذه الحاضنات حتى الترويج والتسويق والتوجيه عليهم، هم كونهم هم يوفرون هذه الخدمات ضمن منظومة الدعم اللي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد. نعم أخوي أحمد، السؤال عن الموضوع العلاقات الشخصية والتسويق، كيف ما هل تلعب دور كبير في عملية النجاح الرائد الأعمال؟ كيف يقدر يسوق حق نفسه؟ وين يقدر يشوف يعني الأمور اللي تقدر تساعده على النجاح؟ طبعا بالنسبة لرائد الأعمال اليوم، نحن إذا بنتكلم، أنا بعطيكم قصة بسيطة في موضوع جهاز الهجن. أول ما بديت في موضوع جهاز الهجن كان عندي طلب كبير، يعني أحد من الشخصيات الكبيرة ونصحني قال لي أحمد نحب نشتري عنك الأجهزة كلها وخلي الأجهزة عندك ونحب نشتريها بنعطيك كاش. فكان عندي سؤال، الله يحفظه، حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي نصحني نصيحة، قال لي ولدي بعطيك شغلة، البزنس مش فقط فلوس، أنت اليوم الله رزقك هذه الفكرة على أساس أنك تبني فيها علاقاتك مع الناس، تتعامل مع الناس، تبيع وباشر تعونهم وتعاونهم. إذا تعاملت مع شخص واحد بتكون أنت دائما شخص فقط في مجال البزنس. وموضوع أنك أنت تكون رائد أعمال ناجح تنبني على طريقة تسويقك، المواقع اللي تختارها، البراند اللي أنت مسوينه بشكل صحيح، تمثيلك لهذا المنتج بشكل صحيح. فموضوع جهاز الهجن أنا سوقت على مستوى الخليج وأصبحت عندي علاقات كبيرة من منتج واحد، واليوم أنا في تأسيس شركاتي هذه مستفيد من العلاقات هذه بشكل كامل على مستوى الخليج. موضوع البراند مهم جدا، أنك أنت مثلا، أنا موضوع الـ AMI اللي هو كان في الماضي كان أحمد المزروعي إنفنتر، واليوم أصبح أحمد المزروعي إندستري، فانتقل من إلى، فالاسم نفس البراند موجود معايا. فموضوع تسويق المنتج جدا يعتمد على البيئة اللي أنت حولك، كيف تتعامل مع، خاصة اليوم صار التواصل الاجتماعي، صار التسويق على موضوع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، توصيل للمنازل بشكل أكبر، فهاي الأشياء كلها مقومات في نجاح التسويق على حسب المنتج طبعا. انزين أيضا أبو شهاب، السؤال عملية إن يمكن الناس تخوف موضوع ريادة الأعمال، عملية الحياة الاجتماعية، التوازن بين العمل وبين الأسرة وال الجانب الاجتماعي، فكيف ممكن يحققون التوازن هذا يعني؟ والله شوف، هذا السؤال اليوم في الحقيقة كل حد عنده تليفون. نبدأ من الدراسة أصبحت من الفون، التسويق أصبح من التليفون، التواصل الاجتماعي، العلم أصبح من التواصل الاجتماعي، معاملات البنكية كلها تواصل اجتماعي، فأصبح البزنس اليوم موجود في إيدك. فأعتقد أن الوقت اليوم خاصة في هذا الوقت تقدر أنت تدير أعمالك من بيتك وفي سيارتك وتليفونك موجود عندك في أنحاء العالم، صار الموضوع جدا سهل، فما في معوقات. هذه معوقات الإنسان يحطيها مع نفسه على أساس أنه مش قادر أنه يطبق أو أنه يبني مشروع على أرض الواقع. نحن في دولة محتاجة كل البشرية،
دولة دائما سباقة في أفضل تكنولوجيا، الأول على مستوى العالم، فمحتاجين كل الاحتياجات. فموضوع أنك أنت توثق من بين الأشياء هذه، أنا أقول لك جدا صار اليوم سهل، ومن التليفون تقدر تدير أعمالك بشكل كامل، وتقدر تطبق مشاريع كلها عن طريق التليفون. فهذه ما أعتقد أنها معوقات يعني. إن شاء الله. أختي ابتهال يسألون هل في توجد جائزة مثلاً أو جوائز الأعمال الرياضية في الدولة مثلاً، في منافسات مثلاً في هالمنظومة موجودة نعم. عندنا؟ نعم. أوكي. جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، واللي أنا المنسق العام لهذه الجائزة، قريب إن شاء الله بنفتح باب التسجيل فيها، وهي على مستوى الوطن العربي. الأخ أحمد المزروعي من الفائزين في هذه الجائزة كأفضل رائد أعمال على مستوى الوطن العربي في سنة 2015 على ما أظن أخوي أحمد. صحيح. نعم. نعم. وهناك أيضا كانت مسابقة، مبادرة مسابقة التاجر الصغير لطلبة المدارس والجامعات للمشاركة فيها في أحد مراكز التسوق، ولكن تعرفون وقفت في فترة أزمة كورونا، إن شاء الله أنها ترد بشكل الحين فيرتشوال أونلاين، بحيث أن من خلالها تبتدون تصممون مشاريعكم كتجربة. مدة التجربة هاي 4 أيام أونلاين، تقدرون تجربون المشاريع اللي حابين تبتدون فيها، والفائزين أيضا بأفضل مشروع، أفضل فكرة مشروع من حيث التسويق، أفضل منتج تجاري، أفضل عائد مادي، هذه اللي كلهم بيتم تكريمهم في بعد المسابقة. بس للحين بعد ما اتضحت الرؤية متى بيتم فتح باب التسجيل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بس بعتذر منكم أختي ابتهال وأحمد، يعني بنعطي فرصة أكثر من الوقت، يعني 10 دقائق من الأخوان، على أساس أن الأسئلة ما شاء الله يعني هو موضوع التفاعل جميل الحقيقة في الورشة، وأنتم بعد كذلك حضوركم مميز، والموضوع يهم شريحة كبيرة من المجتمع. أبو شاب الأخ يسأل عن موضوع البداية في المشروع، وذاكر موضوع النسب اللي هي 80% كتسويق و 20% كإدارة في عند البداية، فوجهة نظرك في هالنظرية هل هي صحيحة مثلا؟ والله شوف، هي تحتاج بعض التعديل دائما. نحن بنعطي الأسباب يعني أكثر المشاريع اللي خسرت اللي مرت عليه كتجربة مع الشباب. دائما الشباب يبنون المشروع بخبرات أفضل من المال، من المادة بداية. يعني أول ما تبدأ في مشروعك لازم تكون عندك خبرة كفاية لأسباب. اليوم خلنا نقول نحن في شخص بدأ برأس مال 1,000,000 درهم، وهذا الشخص أسس شركته 10% وياب موظفين 90%، فأصبحت خبرته في تأسيس الشركة هذه 10% فقط، وحط الرأس مال هذا بشكل كبير. إذا صار عنده أي فشل في هذا المشروع، هو بيحس بخلل في الشركة بعد ما توصل الشركة بتعثر إلى 91%، اللي هي 1% من خبرته في 10%. فمهم جدا أن تكون خبرتك في مجال تأسيس المشروع تكون تقريبا 90% و10% في الإدارة والتسويق، والعكس صحيح، أن بعد ما تأسس شركتك بشكل كامل بعدين تبدأ أنت تسوق. ليش؟ اليوم خلنا نقول نحن ياب هو مهندس وخلاه يأسس الشركة هاي 90%، مجرد خروج هذا المهندس من هذا المشروع يرجع هو إلى 10%، فمعناته هو أسس الشركة 10%، بيحصل عمره في نزول، لأنه هو ما أسس شركته بشكل صحيح، أسسها على عقود. نحن نتكلم عن المهندسين أو العقود اللي تصير مدتها 2 سنين، فأنت اشتغلت 2 سنين بشكل صحيح، وبعد 2 سنين انسحب عنك الشخص اللي عنده خبرة، أصبح عندك فقط رأس المال. فالخبرة هي أهم مرحلة. بعد ما تبني الخبرة أنت تبني. خلنا نقول نحن عن، بشرح لكم عن مدراء 2 ماسكين شركة من الشركات. في مدير بنى شركة وأسسها، أول ما طلع من هذه الشركة قال شوفوا أنا أول ما طلعت الشركة هذه خسرت، معناته هذا الشخص كان يبني نفسه في هذه الشركة أو في الإدارة. والشخص الثاني اللي طلع من الشركة، مجرد أنه طلع من الشركة تلقاه يقول لك ما شاء الله شوف الشركة وين راحت، هذا الشخص كان يبني إدارة ويبني براند. فالفرق من بين الاثنين، الشخص اللي يبني نفسه مجرد خروجه من المنطقة تلقى هذه المؤسسة نزلت، والشخص اللي يبني إدارة ويبني براند مجرد أن خروجه من المنطقة هاي تلقى المشروع بدأ يكمل مساره. فمهم جدا موضوع الخبرة إن شاء الله. الأخت ابتهال في السؤال يمكن تكرر عند أكثر من حد، في بعض الأخوان اللي عنده فكرة برودكت يعني يصنع، يعني مثلا جهاز أو شيء،
فيتسألون يعني عن موضوع الورش إذا هم يعني يصنعون هال يعني الأشياء، هل ممكن فيها ممكن موجودة في يعني مثلا في الكلية في الأكاديمية، أو في تنصحونهم بجهات أخرى ممكن تساعدهم في عملية إنتاج البرودكت هذا؟ نعم، نحن قدمنا برامج تدريبية لتحويل البروتوتايب أو نموذج المبتكر إلى منتج تجاري. أنا أعطيهم المهارات بالتعاون مع المصانع أو الحاضنات في مجال الصناعة، فعندي اتفاقيات، ومن ضمنها عندنا مصنع الأخ أحمد المزروعي، هو عنده بعد مركز أحمد المزروعي للابتكار، فممكن اللي حاب، ما أدري أخوي أحمد أفتح لك المجال، هل هالنوع موجود ما زال عندك في الموقع الجديد لتطوير البروتوتايب للحابين عندهم مبتكرات؟ أخوي أحمد؟ أوكي، رد تقطع صوته أخوي أحمد. ما زين، مثل ما جاوبتنا، نعم هناك نحن عندنا قائمة من الجهات اللي ممكن تساعدكم لتحويل الديمو أو البروتوتايب إلى منتج تجاري مربح إن شاء الله. إن شاء الله. في سؤال أيضا عن موضوع يعني الأماكن المخصصة لعرض المنتجات مثلا أو البرودكتس الخاصة في رواد الأعمال، مثلا في أماكن مختلفة يعني وفق الدعم مثلا في جانب الرسوم أو العراقيل ممكن، أو الدعم في عملية الدخول للسوق مثلا. نعم، مثل ما قلت أنا في برنامج مشتريات الحكومية سواء كان على مستوى اتحادي أو محلي في إمارة دبي أو في بعض الإمارات، إمارات الدولة، يلزم الجهات الحكومية تخصيص ما لا يقل عن 10% من الاشتريات السنوية. وكيف يتم التسجيل في هذا البرنامج؟ أولاً يتم تدريبكم على كيفية التقديم في مناقصات الجهات الحكومية بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ومن ثم تطلعون على المجالات أو الأنشطة أو المنتجات اللي تحتاجها هذه الجهات الحكومية، ونعطيكم شهادة اللي تعطيكم بحيث أنه أو قائمة من الأفراد اللي هم يتريون أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، فمجرد أنكم تتواصلون وياهم وتشوفون المناقصات هاي اللي موجودة على البلاتفورم اللي هي خاصة ببلدية دبي على سبيل المثال، اللي خاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، تشوف أنت حسب نشاطك تقدم فيها المناقصة وتتواصل مع الشخص المسؤول في هذه الجهة، ويتم إن شاء الله دعمك كونك أنت أحد المواطنين المدعومين من مؤسسة محمد براشد أو أي من صناديق الدعم بالدولة. نعم، وهذا يسهل عليكم، بالإضافة أن نحن أعضاء مؤسسة محمد راشد يتم الترويج لهم عبر موقع المؤسسة في السوشيال ميديا في زيارات ميدانية، ونغطي منتجاتهم ويعني وخدماتهم في موقع المؤسسة على السوشيال ميديا. إن شاء الله. شكرا لك أخت ابتهال الناجي والأخ أحمد المزروي. في عندك أخت ابتهال كلمة أخيرة قبل أن نختم؟ أنا أقول الآن الأوان أنكم تبتدون بمشاريع، إذا ما بديتوا الحين ترى الفرص اللي متاحة الحين في السوق بالذات في ظل الأزمة. أنا أعرف عدد من الأفراد اللي مثل ما يقولون فوائد قوم عند مصائب قوم عند قوم فوائده، في شباب اضطروا لبيع مشاريعهم، ففي شباب أعرفهم اشتروا هذه المشاريع، مو بشرط هذه النوعية من المشاريع، ولكن التخطيط على الأقل إذا ما بديتوا الحين بمشاريعكم، التخطيط بجدية للبدء بمشروع، لأن أساساً لا يوجد عدد كافي من الوظائف اللي تنتظر جميع الخريجين، فأصبح لزاماً مثل ما ذكرت قبل أنكم تفكرون بجدية تدخلون عالم ريادة الأعمال وتبتدون مشاريعكم، والله يوفق الجميع إن شاء الله. الأخ أحمد أيضاً إذا عندك كلمة توجهها للحضور ختامية. طبعاً بس إن شاء الله أتمنى الصوت يكون واضح عندكم. لا واضح أساساً. أتمنى طبعاً من الشباب أن تكون رؤيتهم الإبداع والتميز في كل ما يواكب احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحفيز المجتمع على كل ما هو جديد ليعود لمنفعة هذا الوطن الحبيب. أتمنى أنهم ما يخلون أفكارهم عندهم، أتمنى أن يطبقون على أرض الواقع، أساس أن الفكرة ما تبين قيمتها إلا متطبقة على أرض الواقع. وأتمنى أنك لا تتحدث عن إنجازك، دع إنجازك يتحدث عنك عشان تكون أنت في مرتبة النجاح. والله يوفقكم جميعاً إن شاء الله.
إن شاء الله. في النهاية نشكر الأخ ابتهال الناجي مدير أكاديمية دبي ريادة الأعمال والأخ المخترع ورائد أعمال أحمد المزروعي على مشاركتهم معنا وإثراء الجلسة بالحوار الرائع والبناء وردهم على الاستفسارات الحضور، ونشكر لهم أيضا السادة الحضور حسن الاستماع والمشاركات القيمة خلال الجلسة من خلال الأسئلة والنقاش، ونتمنى أن تتابعونا في جلسات افتراضية أخرى قادمة ضمن سلسلة توطين توك، وبإمكانكم أيضا متابعة سلسلة توطين توك السابقة اللي تمت خلال الفترات الماضية من خلال صفحة الوزارة على اليوتيوب أو حتى الموقع الرسمي للوزارة. بإذن الله إن شاء الله بيتم إرسال شهادة مشاركة لجلسة اليوم عبر البريد الإلكتروني لجميع الحضور، وأيضا بيوصلكم استبيان رأي راجين من الجميع، يعني التفاعل والمشاركة فيه، لأن رأيكم وملاحظاتكم تهون في تطوير المبادرة والجلسات القادمة بإذن الله. في الختام نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قادتنا وأولياء أمورنا. شكرا للجميع، ونلقاكم قريبا في جلسة افتراضية أخرى من جلسات توطين توك، ودمتم بصحة وعافية وإلى اللقاء. شكرا. شكرا لك.